عن ماتش الاهلي والزمالك، وهرجع مره تانية بس للاسف الشديد يعني انا بيتهيألي الخبر ده صادم لكل عشاق الكره ولكل متابعي ومقدري قيمه المواهب الحقيقيه. خبر وفاه نجم الارجنتيني طبعا دييجو ارماندو مارادونا، واحد من الجواهر الحقيقه اللي امتعت كل عشاق الكره مهما كان انتمائهم ومهما كانت جنسياتهم على مدار سنين طويله جدا. ما ننساش طبعا، انا ما انساش مكسيك 86 بطوله كاس العالم الشهيره اللي كانت يمكن اكتر فتره توهج فيها مارادونا. صحيح هو كان ليه دور كبير جدا مع الارجنتين حتى في وصولها لنهائي 90، بس مارادونا 90 يختلف تماما عن مارادونا 86. تابعناه مع نابولي في ايطاليا، تابعناه مع البارسا في اسبانيا، شفنا ابداعات يمكن اجيال كثيره جدا اتحرمت منها. لكن اللي عايز يتفرج على مارادونا يعني اعتقد هيتفرج عليه، واعتقد انه معظم الماتشات والاهداف المهمه جدا لجوهره الارجنتين اللي ناس كثيره جدا وانا منهم بيعتبروا افضل لاعب جه في تاريخ كره القدم. مقارنات كثيره جدا بين مارادونا وبيليه وميسي وزيدان ورونالدينيو، لكن انا بشوف انه يعني في الفتره دي وفي معطيات كره القدم اللي اتلعبت في الفتره دي ما اعتقدش انه في حد كان ممتع ولا مبهر الحقيقه ولا يمتلك امكانيات دييجو ارماندو مارادونا اللي رحل عن دنيانا بسبب نزيف في المخ. احنا كنا تابعنا في السادسه على ما اتذكر اخباره من حوالي 10 ايام فاتوا، وبعد ما خرج من المستشفى للاسف حالته تدهورت وكان خبر وفاته النهارده. انا بيتهيألي مارادونا درب من يعني كان ليه مشوار تدريبي في الامارات.